السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تطبيق القسم 2 الحيود للصف 11 متقدم الفصل الدراسي الثالث منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ وطبق. مفتاح النجاح بعون الله في يدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وقرأ المسألة مرة 2-3-4 ولخصها لمعطيات ومطالب بالرموز المناسبة. يسقط ضوء أخضر أحادي اللون طوله الموجي 546 نانومتر. النانو بادئة قيمتها 10^9 على شق أحادي عرضه عرض الشق W وتساوي أعطاك إياها بالمليمتر. الام هذا معناته ملي، والملي بادئة قيمتها 10^3، ويبعد الشق مسافة 75 سنتيمتر عن الشاشة. بعد الشاشة عن الشق رمز L وتساوي قسمنا هذه على 100 مشان نحول من سنتيمتر لمتر. فكم يبلغ عرض الحزمة المركزية المضيئة؟ يعني 2x1. معادلة هذه منعوض ومنحسب وبتطلع عندك بهذا الشكل بالمتر، لأن يعني كلهم بالمتر. 10^3 عبارة عن ملي، إذن فيني كمان اكتبها 8.62 ملي متر. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.